دلوقتي هنتكلم على تكملة للمحاضرتين اللي فيها المحاضرة اللي فاتت، اللي هي المبالغ المدفوعة نيابة عن العملاء. ايه هي المبالغ المدفوعة نيابة عن العملاء؟ ان صاحب المهنة قد يقوم بسداد مبالغ من امواله الخاصة نيابة عن العملاء، يعني بيدفع قيمة الخدمات اللي بيقدمها للعملاء بنيابة عنه، وبعدين يطالبهم بالفلوس. فعشان نعرف ازاي نثبتها في الدفاتر هنقول المثال ده في مبالغ بفرض البيانات التالية: المبالغ اللي دفعها صاحب المهنة نيابة عن العملاء 8، المدفوعات اللي حملت على حساب العملاء 5، أتعاب الخدمات المهنية المقيدة على حساب العملاء 6300، المبالغ المحصلة من العملاء بشيكات 4800 بس منها 2800 عن الأتعاب والباقي عن المدفوعات، والمطلوب تصوير الحسابات في دفتر الأستاذ العام. هنيجي نشوف بقى الحل. هنعمل حساب العملاء. حساب العملاء عبارة عن صفحة في دفتر الأستاذ، هتكون الصفحة اللي على إيدك اليمين الجانب المدين يعني، مقسمة لعمود للمدفوعات نيابة عن العملاء وأتعاب وبعدين المجموع. في الجانب الداين برضو مدفوعات عن العملاء وأتعاب والمجموع. هنيجي نقول أول حاجة المبالغ اللي دفعها صاحب المهنة نيابة عن العملاء 8000، خليها دلوقتي. المدفوعات اللي تحملت على حساب العملاء 5000، يبقى اجي في الجانب المدين وحمل العملاء ب5000 واقول الى مدفوعات نيابة عن العملاء. بعدين نمرة جيم اتعاب الخدمات المنتهية المقيدة على حساب العملاء، يبقى دي اتعاب، يبقى تحت عمود الاتعاب اكتب 6300 الى حساب اتعاب مباشرة المهنة، وفي المجموع 6300. نيجي بقى للمبالغ المحصلة من العملاء بشيكات. مبالغ محصلة من العملاء بشيكات فبقول من حساب النقدية، ونقدية قد تكون بنك قد تكون صندوق، منها بقى 2800 عن الأتعاب ومدفوعات عن العملاء 2000. يبقى في الحالة دي العملاء في أتعاب حملت على حسابهم 5000 ودفعولي 2000، يبقى الرصيد المرحل كام؟ 3000. نيجي للأتعاب، أتعاب حملت على حسابهم 6300 ودفعولي 2800، يبقى باقي عليهم 3500. خلاص كده ده حساب العملاء. نيجي حساب مدفوعات نيابة عن العملاء. المدفوعات النيابة عن العملاء بيقول المبالغ اللي دفعها صاحب المهنة نيابة عن العملاء 8000، فاعمل حساب مدفوعات نيابة عن العملاء في الجانب المدين اكتب 8000 الى حساب النقدية. وبعدين المدفوعات اللي حملت على حساب العملاء 5000، يبقى هم دفع لي صاحب المهنة 8000 وفي مدفوعات اتحملت على حسابهم 5000 جاية من الحساب اللي فوق اهو على ايدك اليمين، مدفوعات عن نيابة عن العملاء 5000، احطها في الجانب الداين 5000 من حساب العملاء، يبقى الفرق ما بينين يديني 3000 رصيد مرحل. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن المبالغ المنصرفة لحساب العملاء ولم يتم تحميلها لحساباتهم بسبب عدم انتهاء خدماتهم، تظهر ضمن الاصول بالميزانيه. ليه ضمن الاصول؟ لان ده مبلغ مستحق ليا عند العملاء، انا دفعت لهم 8 وهم ما سددوش غير 5 او حملت على حساباتهم 5، يبقى ليا عندهم 3000 يظهر ضمن الاصول. كده نيجي بعد كده المبالغ المحصله المخصومه تحت حساب الضريبه. ايه هي المبالغ المخصومه تحت حساب الضريبه؟ بعض الجهات زي الشهر العقاري زي قلم كتاب المحكمه بيقوم بخصم مبالغ او يحصل مبالغ من صاحب المهنه، من المحامي، من الطبيب، من تحت حساب ضريبه الدخل المستحقه عن ايراداته. حتى بتلاقي كده في الشهر العقاري بيجي لما تعمل توكيل لمحامي يجي على الجنب كده ويروح كاتب لك ايه بعض البيانات. البيانات دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن دمغه ورسوم مش عارفه تسجيل وايه وايه وضرايب من المبلغ ده. ده بيتحصل من العميل ويتحمل على صاحب المهنه. طب طالما اتحصل من العميل قال لك بعد كده نخصمه من الضريبه المستحقه على صاحب المهنه في اخر السنه. عشان نفهم الكلام ده هنقول مثال. بيقول لي اجمالي اتعاب الخدمات المهنيه المقيده على حساب العملاء بمعرفة أحد المحامين كانت على النحو التالي: 14000 شركة المحاليل والهندسة و15000 صقر قريش، يعني عليهم أتعاب ليا 14 و15 للمحامي. قام العملاء بسداد الأتعاب المستحقة عليهم بعد ما إيه؟ بعد ما اتخصم منهم مبالغ تحت حساب الضريبة.
المستحق على صاحب المهنة 1500، يبقى المبالغ اللي هنقبضها منهم هيتخصم منها 1500، نخصمها منهم 1500. المبالغ بقى اللي سددها المحامي لقلم كتاب المحاكم تحت حساب الضريب قيمتها كام؟ 900. قال لي طيب ضريبة الدخل 400. طب نشوف هنعمل ايه. ده نيجي للحسابات في دفتر الاستاذ، هنعمل اتعاب مباشرة المهنة. اتعاب مباشرة المهنة احنا خدنا من المحاريت والهندسة كام؟ 14000، وخدنا من صقر كوريش كام؟ 15000. يبقى اتعاب المهنة احنا خدناها كام؟ مجموعها 14 و 15 يبقى 29. قبضناهم وهنقول من حساب اجمالي عملاء الى حساب اتعاب مباشرة المهنة، وبعد كده ناخد اتعاب مباشرة المهنة نقفلها في حساب ايرادات والمصروفات في نهاية السنة 29000. يبقى اتقفل الحساب زي ما اتعلمته مع الدكتور هشام. نيجي لحساب اجمالي العملاء. حساب اجمالي العملاء قبضنا منهم 29، يبقى في الجانب المدينة اقول 29 الى حساب اتعاب مباشرة المهنة، وبعد كده هو العملاء قاموا بسداد المستحق عليهم، يبقى احنا حملناهم ب 29، قبضنا منهم كام؟ قبضنا منهم 29، بس بعد ما اتخصم منهم المستحق على صاحب المهنة، واخد بالك، لمصلحة الضرائب. اللي مستحق لمصلحة الضرائب قبل صاحب المهنة 1500، وهم المفروض يدفعوا 29 بس خصموا ال 1500 ووردوهم لمصلحة الضرائب، يبقى المبلغ اللي انا خدته منهم كام؟ 27500. يبقى 27500 من مذكورين 27500 النقدية و 1500 جاري مصلحة الايه؟ الضرائب. نيجي بقى لجاري مصلحة الضرائب. جاري مصلحة الضرائب مدين ب 1500، اللي فوق اهوت في الحساب اللي فوق 1500 جاري مصلحة الضرائب لمين؟ لإجمالي العملاء 1500. وبعدين دفعنا المحامي صاحب المهنة، يعني دفع تحت حساب الضريبة المستحقة عليه لقلم كتاب المحكمة 900، يبقى 900 إلى حساب النقدية. يبقى جاري مصلحة الضرائب مدين بكام؟ ب 2400. جينا في آخر السنة حسبنا ضريبة الدخل لقيناها 400. اللي من حق صاحب المهنة انه يخصم من الضريبة المستحقة على ايراداته اللي هي ضريبة الدخل يعني ما سبق ان سدده من ضرائب لمصلحة الضرائب. هو سدد لمصلحة الضرائب كام؟ 2400. طب وسدد ضريبة الدخل كام؟ 400. يبقى اللي مستحق هنا كام؟ 2000. يبقى 2400 ناقص 400 يديني 2000، ده رصيد مرحل